كده ادفع من جيبي يا حاج سالم عشان الحاجات دي تتباع. ليه يا مان؟ وفي حد معشمك بحاجه اكبر عشان يجور الرجل؟ لا يا باشا، بس الظاهر كده ان انا سرحت بخيالي لبعيد. بعيد فين يعني؟ 5-6 أضعاف الرقم اللي انت بتقول. 5-6 أضعاف؟ أو ربنا، ما هي مش حتة ولا اتنين اللي بيتباعوا، دول مجموعة. أيوة ماهر، بس أنت لازم تعرف إن أنا داخل مخاطرة كبيرة بإن أنا أحط إيدي في إيدك. لازم يعني الثقة تبقى متبادلة. يا باشا الثقة متبادلة، بس أنا عايز أعرف مخاطرة في إيه. هي الحاجة دي مش مرصودة يا ماهر، يعني البوليس بيدور عليها. من إمتى البوليس كان مبارك بقت آثار يا حاج سالم؟ ما الكلام بالعقل. وبعدين شريكي بعدني عن الصورة ومأماني. ماشي يا ماهر، بس اللي أنت بتقوله ده بعيد قوي. 5-6 أضعاف. أنا رأيي كده إن إحنا نستنى الناس اللي جايين من بره، هما اللي هيشتروا من الراجل اللي أنا هبيع له هنا، وعلى أساس كلمتهم هتربط السعر. طب نضمن منين يا حاج سالم بقى إن الناس اللي بره دول ما يقولوش رقم، والناس التانيين يترمخوا عليه ويقولوا لنا رقم غيره ويضربوا الباقي في الجيب؟ يستغفلونا يا عم. آه يستغفلونا، هما إيه ملايكة؟ لازم تعرف يا ماهر إن أنا حلق في سلسلة كبيرة أوي.